المشهد المطبوع منذ 2003 و2005 حتى نحكي من أول حكومة، أي هو الأزمة، التدخل الخارجي، المفاوضات، التسوية. يعني ما شفنا إحنا أبداً أنه صارت انتخابات وراحت الناس انتخبت وأوتوماتيكياً عرفنا منو الفائز ومنو الخسران وراحوا شكلوا حكومة، والخسران قال للفائز ألف مبروك يا بعيني أنت الفائز الأول روح شكل حكومتك وأني أنتظر، أو الطرف سين قال للطرف صاد عيني أنا مشروعك ما يرهم وياي، يعني فبالتأكيد أنا ما أجي وياك إلى حكومة ائتلافية أو ما أجي وياك إلى حكومة تسوية، أنا راح أوقف على صفحة وانتظر وعارضك. هذا ما موجود، أكو لعبة محاصصة ولعبة مغانمة في المشهد السياسي العراقي. الكل تعود أن يتكلم في الفضيلة والمشاريع وبناء الدولة والكل يشارك في الحكومة والكل يحمل الكل المسؤولية، وأحيانا الكل يدين نفسه وشاهدنا إدانات لنفسه، وتستمر مسيرة الفشل للأسف والإحباط. ولذلك يا أستاذ إبراهيم، والخسائر عطفا على ما كنت تقوله في بداية الحوار، هذا المشهد بهذا الشكل وبهذا التركيبة، لذلك صار من الصعب علينا أن نميز من هم على حق ومن هو على باطل. لا، هي مو أنا قلت لك مفهوم الحق والباطل نسبي. يعني مثلا الحق، الحق أنه الفائز الأكبر يروح يعطى فرصة تشكيل الحكومة، الحق. إذن هذا يعني واضح، هذا حق قانون ودستوري. هذا كان مقتدى. سؤالي، هذا سيد مقتدى، سيد مقتدى شو راح أرجع لك شلون أجيب لك النسبية. سيد مقتدى عيني أنت الفائز الأكبر، من ومن تريد اذهب وشكل الحكومة. أني ردت، أني سماحة سيد مقتدى الصغر ردت البارزاني والحلبوسي والخنجر ووجهت دعوة للمستقلين، ردت أشكل حكومة. من ما قدرت أشكل الحكومة يفترض أن لا أنسحب، لأنه أنا بموجب تفسير لمحكمة اتحادية لها علوية في تفسير القوانين لم أستطع أن أحقق نصاب جلسة تمرير رئيس الجمهورية. أنا من 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 طلاب العلم، من طلاب القانون، من أصحاب نظرية القانون الذين أعتقد حقيقة أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تكون بالثلثين. طبعا الدستور كل الجلسات هي النصاب يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة، بس هنا أنا أعتقد وفق تفسيري أنه بهاي الدورة كان هناك مشروع وطني عظيم، مشروع السيد مقتدى الصدر، كسر للطائفية والمكوناتية والعرقية بس عاني منه ما يضمن لي بالدورة القادمة أن تكون أغلبية طائفية مريرة وتفلش البلد وتأخذ الرئاسات ثلاثتها. تصير لو ما تصير؟ صير. صير. فلذلك أغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية أستاذ نجم تفترض أن الأغلبية الكبرى، الغالبية الكبرى الشيعية لا تستطيع أن تشكل، لأن هي تملك الأغلبية البسيطة اليوم ما تفاهموا وباكر يتفاهمون، لكن في أغلبية الثلثين لرئيس الجمهورية حتى نمشي بالبروسس بالإجراء بالمعاملة لازم أروح على أغلبية الثلثين حتى أضطر أجيب نوع آخر، أجيب سني وأجيب كردي، وبالتالي أجبرهم على أن يشكل نوع من المشهد الوطني. مو مثالي باللي أراد السيد مقتدى الصدر بالتأكيد بأن نكسر القيود الطائفية والمكوناتية والعرقية بشكل كامل، لكن راح يخلي لي هنا نوع كردي وسني في مشهد التشكيل، بمعنى أن يفرض وجود رئاسة، يفرض أن لا يمر مرشح رئيس الجمهورية إلا بعد رئيس الوزراء. طيب، بنوع وطني كامل على الأقل حتى لكي لا يتقسم البلد. هنا النسبية الثانية عندما فشل، إذا تسمح لي، نعم، تحالف إنقاذ وطن في الحصول على الأغلبية الكافية لتمرير أو أغلبية الثلثين لتمرير رئيس جمهورية، أنا أفترض أنه أنا ما أزعل، أنه أنا أقول أني أخوان هذا مشروعي ومشروع عظيم بلا شك، هو أهم وأجرأ مشروع وطني فعلي مو بالكلام طرح وأرادت قيادته التطبيق بعد عام 2003، وإذا ما نرجع لما راح نسوي دولة، بس أنا ما خسرت هنا، أنا أقول أخوان تفضلوا شكلوا أنتم مشهدكم، أنا رايح للمعارضة، أني تيار جماهيري قوي مخيف
نواب من أشرس النواب وقدرة على المراقبة، وأنا أقعد لك على الدرب قعود أخويا.